عاجل، الجيش المصري يحول طائرة رش مبيدات حشرية إلى سلاح عظيم. وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين، ننشر التفاصيل وننشر مواعيد تشغيل خطوط المترو في شهر رمضان المبارك بالتفاصيل. وعاجل حقيقة احتجاز طائرات روسية في مصر بالمصادر، بننشر التفاصيل. وعاجل مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 بيكسر ال1000 جنيه. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل على هذا الفيديو لأكتر من 1000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر ونبدأ مع بعض في تفاصيل الأخبار. نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر مهم معانا. وعاجل، الجيش المصري يحول طائرة رش مبيدات حشرية إلى سلاح مدمر. أظهرت لقطة لإحدى طائرات إير تراكتور المخصصة لرش المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية أو مكافحة الحرائق، وهي تحمل قنابل جو أرض GBU-12 الموجهة بالليزر بالجيش المصري. وتمكن الجيش المصري من تحويل الطائرة إلى سلاح عسكري بسبب ما تمتاز به من تكلفة تشغيلية اقتصادية وقدرتها على حمل حمولة تسليح كبيرة وبقدرة بقائية كبيرة في الجو تصل ل10 ساعات وبمدى يصل إلى 2400 كيلومتر، حيث ظهرت الطائرة في إحدى الفيديوهات الدعائية للجيش المصري. يمكن للطائرة تسليح بحمل 4 طن من الذخيرة ومنظومات التهديف متضمنة الوقود والتدريع المضاد للرصاص على 9 نقاط تعليق أسفل الهيكل، يمكن زيادتها ل15 نقطة. المصدر معانا كان من RT، ويعني الفكر المصري او التفكير العقول المصرية قدرت انها توصل انها تحول طيارة رش مبيدات لطيارة يعني خطيرة جدا، انها تحمل صواريخ موجهة بالليزر، ده شيء يعني عظيم جدا. تحية للعقول المصرية العظيمة في مصر، واعتقد ان هذه فكرة مصرية بنسبة 100%. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر والعاجل معانا. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وحقيقة احتجاز طائرات روسية في مطارات مصر. وأكدت السفارة الروسية في مصر أن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري، والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة. قال المتحدث الإعلامي باسم السفارة إيليا فوديانوف في حديث لوكالة نوفوستي: يجرى تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري. كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية. وتابع فوديانوف: لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات. المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع. وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية تقارير تحدثت عن احتجاز طائرتين لشركة أزيور إير في الغردقة وشرم الشيخ. مصدر معانا كان من نوفوستي. طبعا طلعت شائعات وقالت إن في طائرات روسية تابعة للأسطول الروسي الجوي تم احتجازها في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهذا الكلام طبعا عاري تماما من الصحة، لأن مفيش بين مصر وروسيا عداوة تخليها تعمل هذا الفعل. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ويعني نصيحة لحضراتكم ما تتابعوش أي أخبار إلا وليها مصادر موثوقة وكبيرة وتم نشرها في عدة يعني جرايد أو عدة مواقع رسمية وموثوق فيها. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب في مصر، عيار 24 بيكسر ال1000 جنيه في أول مرة في تاريخ مصر. سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا في الأسواق متأثرة بما يحدث في الشرق. وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر
قفز ليحلق في السماء، سجل 1001 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر. وتابع أن سعر الأوقية وزن 31 جراما من سعر العيار، بلغ 31,031 جنيه في الأسواق المصرية، فيما بلغ سعر كيلو الذهب 1,000,000 جنيه. وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 751 جنيه في السوق المحلي، كما بلغ سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام من عيار 21 سعر 7,008 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب من نفس العيار 876 جنيه. وكان أمير رزق توقع أن أسعار الذهب في مصر ستتخطى 1,000 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب سيتخطى 7,000 جنيه. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر على طول. عاوزين نعرف بقى بمناسبة يعني قرب حلول شهر رمضان المبارك، عاوزين نعرف مواعيد تشغيل مترو الأنفاق المصري، عشان يعني الناس اللي تركب مترو تستفاد من هذا الخبر. وبدأت شركة المترو على إنهاء جداول واستعدادات تشغيل خطوط مترو الأنفاق خلال شهر رمضان، حيث مقرر مد ساعات التشغيل طوال أيام الشهر الكريم بالخطوط الثلاثة حتى 2 صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليوم الساعة 5:30 صباحا. المصادر المسؤولة أكدت أن جدول التشغيل التي يجرى إنهاء إعدادها ستشمل قيام آخر قطار بالخط الأول للمترو من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة 12:30 صباحا، وبالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب من الساعة 12:35 دقيقة صباحا، وبالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 دقيقة صباحا. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وكل عام وأنتم بألف خير. ربنا يا رب يعني يدخل علينا رمضان وإحنا مبسوطين وراضيين إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم معانا، بخصوص كلمة وبيان هام جدا من الرئيس السيسي بالتوسع في التعاون مع دول إفريقيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية، اللي بتستهدف بكل بساطة المتدربين والخريجين، وذلك بجانب مبادرة إفريقيا للإبداع الرقمي وتشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الإفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة. المصدر معانا كان من اليوم السابع، ومصر يعني بتمد إيديها لإخواتها الدول الإفريقية عشان كلنا ننمو. رئيس السيسي زي ما حضراتكم عارفين إنه دايما بيدعو للسلام. الرئيس السيسي مش بيدعي لأي صراعات، يعني هو دايما هو توجهه وفكره هو يعني كلنا نتكاتف لكي ننهض، حضراتكم فاهمين قصدي. فهذه هي التوجهات المصرية، وهذه هي النوايا المصرية للدول الإفريقية. انت لما تنمو هتساعدني، وانا لما انمو هساعدك، هذه هي الفكرة. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر اخر معانا، وللأسف البورصة المصرية بتتعرض لخسائر بالمليارات، وتعرضت مؤشرات البورصة المصرية لهبوط كبير في ختام تعاملات جلسة أمس اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع. قال محللو أسواق المال التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية إنها تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية نتيجة الأزمة في الشرق، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. وصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب ال 130 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4% وشركات التعدين 3.7%. وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 14.5 مليار، ليغلق عند 693 ألف مليار جنيه، مقابل مستوى
708 مليار جنيه أمس، وتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 10691.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وكذا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2832.61 نقطة. المصدر معانا كان من الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا احنا بندعي ربنا عدي هذه الأزمة على خير وما يبقاش في حاجات أسوأ من كده في الاقتصاد، لأن مصر يعني في مرحلة البناء، وحركة زي اللي حصلت في الشرق دي ممكن يعني تعرض الاقتصاد المصري لخطر. ونأمل من الله وندعيه أنه ربنا يعني ييسر الأمور والأمور ما تبقاش أسوأ من كده. عاوزين نعرف يعني الحكومة كان رد فعلها أو بيانها إيه بخصوص أمن البلاد الغذائي. طبعا احنا بنشهد تضخم الآن ولكن طفيف على عكس بعض الدول اللي وصلت معدلات التضخم فيها لأكثر من 60 و70%. نعرف مع بعض السلطات المصرية طلعت في بيان وطمأنت المواطنين بشأن أمن البلاد الغذائي، ووزارة التموين المصرية أكدت أن أمن مصر الغذائي سليم تماما ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن. وخلال مقابلة ببرنامج مسادي ام سي، أوضح المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قائلا: بالرغم من استغلال البعض للأحداث الحالية ومحاولة التربح من الأزمات، إلا أن أمن مصر الغذائي سليم تماما ومخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن. القيادة السياسية أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية، ونتج عنها توفير مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن الحكومة تمكنت من إعداد 1500 مخزن في الفترة الماضية تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونتج عنه عدم وجود نقص في أي سلعة غذائية منذ 6 سنوات، وأن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز الأزمات وعن أسعار السلع وازديادها. قال عبد المنعم خليل موضحا: هناك تزايد في بعض أسعار السلع بشكل مبرر مثل الزيت، حيث نعتمد في استهلاكنا على 97% من الخارج، وحدثت زيادات عالمية، ولكن ظلت وزارة التموين محافظة على الأسعار لوجود تعاقدات ومخزون استراتيجي. كما أكد خليل أن مصر لديها اكتفاء من الأرز والسكر ومخزون من القمح بيكفي 4 شهور، وحصاد القمح قادم في شهر إبريل، بالإضافة لاستخدام الدولة لأفضل وأضمن وسائل التخزين للأقماح. شدد على أن الوزارة لم تزود قرشا على أسعار السلع الغذائية، بما يؤكد أن الأسعار لم تتغير بالشكل الذي حدث، مطالبا المواطنين بالشراء من المجمعات الاستهلاكية والابتعاد عن المستغلين من التجار والمتلاعبين بالأسعار. المصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحاتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.